يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين أهل السنة والجماعة في الإيمان وأهل الإرجاء؟ الفرق واضح. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يكون الإيمان إلا بهذه الأمور الثلاثة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، لا بد من هذه الثلاثة، وإلا يكون الإيمان ما هو صحيح. المرجئة يقولون لا، الإيمان قول وعمل فقط، ولا يدخل الإيمان قول واعتقاد فقط ولا يدخل فيه العمل. وبعضهم يقول الإيمان اعتقاد فقط ولا يدخل فيه القول، وهذا لا شك أنه باطل وخطأ، لأنه نقص ظاهر. يقولون العمل ليس من الإيمان، وهذا غلط، ما يكون الإيمان إلا بعمل. نعم.